السلام عليكم شباب وصبايا، يعطيكم ألف عافية. نحن هلأ حنشرح فكرة الكومبليت سكوير أو البيرفكت سكوير. إذا عندي فور إكزامبل إكس سكويرد بلس بي إكس، كيف في هيدي أعملها بشكل إكس بلس سمثينج سكويرد؟ فأنا هون بدي أزيد شيء ونقص شيء حتى أقدر أوصل لهيدا الفورم. على هيدي اللي فوق بزيد بي أوفر 2 سكويرد وبنقصها كمان بي أوفر 2 سكويرد. هيدا الشيء بيعطيني الفورم هيدا، بتصير هيدي شكلها x plus b over 2 squared minus b over 2 squared. خلينا ناخذ اكزامبل لنشرح لنا الفكره، وصلنا لهالفورم طبعا. اكزامبل شو هو؟ فور اكزامبل اذا قلنا x squared plus 2x بدي اعملها كومبليت سكوير، البي هون هي شو؟ البي هي 2، سو انا بدي ازيد عليها b over 2 squared يعني 2 over 2 squared وبدي نقص 2 over 2 squared، يعني فعليا هيدي حصير بتساوي x squared plus 2x، هيدي 1 squared هي 1 plus 1 minus 1، هيدي بتصير هي equals to x plus 1 squared minus 1. فأنا وصلت فعليا للفورم هيدا اللي بدي إياه. هاخد بعد example تاني. for example إذا كان عندي مثلا minus نفس الشيء x minus 3x، شو بدي اعمل؟ نفس الشيء بزيد b squared b over 2 squared يعني 3 over 2 squared وبنقص 3 over 2 squared. هيدي بتصير equals to x minus، لانه هون في minus فبتاخذ هيدي minus 3 over 2 squared minus 3 over 2 squared، يعني نفس الشيء. هلا في بعد كيس وحدة، إذا كان عندي هون مش x، كان عندي 2x مثلا squared plus 4x، شو بعمل؟ باخد just باخد 2 common equal 2 into x squared plus 2x، بس باخد 2 common برجع بطبق هيدي علي نفس الحكي فوق، بوصل لنفس النتيجة. بيعطيكم ألف ألف عافية.